بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. والكلام اليوم في الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، إمساك عن الكلام والإمساك عن المشي، كله يسمى صياما، هذا في اللغة، كما ذكر الله عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني عن الكلام، فالإمساك عن الكلام يسمى صياما، كذلك الإمساك عن المشي الوقوف يسمى صياما. يقال: صامت الشمس إذا وقفت في كبد السماء، وصامت الفرس إذا وقفت عن العدو. هذا في اللغة. أما الصيام في الشريعة فهو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي، الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، ولا بد من النية. أما لو أمسك عن الأكل والشرب بدون نية هذا لا يسمى صوما شرعيا، وإنما يسمى صوما لغويا، لأن النية شرط لصحة جميع الأعمال، الإمساك مع النية. الصيام شرعه الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم، فرضه الله على جميع الأمم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله للمؤمنين، يخاطبهم سبحانه وتعالى ويخبرهم بأنه كتب عليهم الصيام، أي فرضه الله. فكتب معناه فرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال، يعني فرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني فرض، وكما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فكتب في جميع هذه الآيات معناها فرض. الصيام صيام شهر رمضان فريضة على كل مسلم، وهو ركن من أركان الإسلام كما عده النبي صلى الله عليه وسلم. قد فرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. والصيام فيه فضائل عظيمة، عمل جليل فيه فضائل عظيمة، ولهذا أوجبه الله سبحانه على هذه الأمة. فقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. فجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل فيها فرضية الصيام
على الأمم، وهذا مما يدل على فضل الصيام ومكانته عند الله، حيث إنه أوجبه على جميع الأمم، ومنها هذه الأمة المحمدية. فهذا يدل على فضل الصيام، حيث إنه شريعة قديمة ومستمرة إلى أن تقوم الساعة على جميع الأمم. ومن فضائل الصيام أن الله جعله أحد أركان الإسلام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. فكونه أحد أركان الإسلام هذا يدل على فضله. ومن فضائل الصيام أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. ففي الحديث القدسي إن الله جل وعلا قال: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. فكونه اختصه من بين سائر الأعمال دليل على فضله. وجميع الأعمال، جميع الأعمال والعبادات لله جل وعلا، ولكنه اختص الصوم فقال: الصوم لي. فتخصيصه للصوم بأنه له من بين سائر العبادات يدل على فضله. وقوله وأنا أجزي به يدل على أن جزاء الصيام يختلف عن جزاء بقية الأعمال. الأعمال جزاؤها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بخلاف الصيام فإنه لا يتقدر تضعيفه بعدد. ولهذا قال وأنا أجزي به، فلا يعلم جزاء الصيام إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم جزاءه إلا الله. قالوا لأن الصيام فيه الصبر، فيه الصبر بجميع أنواعه، فهو يصبر، الصائم يصبر عن شهواته، يصبر عن شهواته التي تطلبها نفسه ويتركها لله عز وجل. ولهذا قال إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهو يصبر عن متطلبات نفسه، وقد يكون محتاجا إليها، يكون جائعا يحتاج إلى الطعام، أو عطشان يحتاج إلى الشراب، وهو بين يديه الطعام والشراب بين يديه، وهو جائع وعطشان، ولو شاء لأكل وشرب، ولكنه يترك ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى، فيقدم رضا ربه على شهوة نفسه. لما كان كذلك فإن الله جل وعلا تولى جزاء الصائم، بحيث لا ينحصر جزاؤه بأضعاف، لأنه فيه الصبر، يصبر عن شهواته ومألوفاته، ويصبر عما حرم الله، ويصبر على ألم الجوع والعطش. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر جزاؤه غير محصور بعدد أو بمضاعفة، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنهم الصائم فهو من الصابرين، يصبر على ألم الجوع وألم العطش،
وفقدان الشهوات التي تطلبها نفسه يصبر عنها تقربا إلى الله جل وعلا. لما كان كذلك الله جل وعلا يجزيه جزاء لا يعلم قدره إلا الله، ولهذا قال وأنا أجزي به. وقيل المعنى وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، المعنى أن المؤمن يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة لكن يكون عليه مظالم للناس فيقتصون من أعماله وقد لا يبقى له شيء، كما جاء في الحديث أن الإنسان يأتي بأعمال كثيرة يوم القيامة فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه من المظالم فإنه يؤخذ من سيئات الآخرين فتطرح عليه ويطرح في النار، تذهب أعماله للمظلومين. أما الصيام فلا سبيل للمظلومين على الأخذ منه، يحفظه الله لصاحبه ويدخله به الجنة ولا يقتص منه للمظلومين. هذا معنى والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف أو الخلوف هو الرائحة التي تخرج من فم الصائم، لأن الصائم إذا خلت معدته من الطعام يتصاعد منها أبخرة كريهة الرائحة عند الناس ولكن لما كانت هذه الرائحة التي يكرهها الناس ناشئة عن طاعة الله وأثرا من آثار العبادة فإنها تكون عند الله أطيب من ريح المسك كما أن غبار المجاهدين في سبيل الله يكون ذريرة أهل الجنة. غبار، الناس يتأذون من الغبار، لكن إذا كان غبارا من الجهاد في سبيل الله فإنه يكون طيبا لأهل الجنة تطيبون به، لأنه ناشئ عن عبادة الله عز وجل. وكذلك دم الشهيد، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يأتي يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لما كان هذا الدم بسبب الجهاد في سبيل الله صار يوم القيامة رائحته رائحة المسك، مع أن الدم معروف في الدنيا أنه نجس وأنه رائحته منتنة، لكن لما كان ناشئا عن الجهاد في سبيل الله يكون طيب الرائحة يوم القيامة، يأتي به علامة على جهاده وعلى استشهاده في سبيل الله إكراما له، يثعب دما ريحه ريح لونه لون الدم وريحه ريح المسك. كذلك رائحة الصائم، رائحة فم الصائم تكون عند الله
أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. مثل الشهيد يأتي بدمائه يوم القيامة علامة على شهادته في سبيل الله، ورائحته رائحة المسك. ولهذا لا يغسل الشهيد، بل يدفن بدمائه، يدفن بدمائه ولا يغسل، لأن هذه الدماء كرامة له عند الله سبحانه وتعالى. فالآثار التي تنشأ عن الطاعات وإن كانت مكروهة عند الناس فإنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصيام ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحتان: واحدة في الدنيا عندما يفطر ويشرب ويأكل، كان ممنوعا من الأكل وهو جائع، وممنوع من الشراب وهو عطشان، ثم يؤذن له، لا شك أنه يفرح بذلك. الصائمون يفرحون بالإفطار، هذا شيء محسوس، هذا من طبيعة البشر، يفرحون بذلك فرحا شديدا، كما ترون الصائمين عند الإفطار يفرحون بالأكل والشرب، وهذا فرح محمود، هذا فرح طيب ومحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإنسان يفرح بالإفطار، هذا في الدنيا. الفرحة الثانية العظيمة: يوم يلقى ربه ويجد جزاءه عند الله لا يعلمه إلا الله، فيفرح بذلك فرحا شديدا. قد جاء في الحديث أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. فإذا وجدوا هذه الكرامة، وجد الصائمون هذه الكرامة، وأن الله يميزهم يوم القيامة عن غيرهم ويدخلهم الجنة من باب خاص بهم، يفرحون بذلك فرحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيفرح الصائم عند لقاء ربه في الدار الآخرة إذا وجد جزاءه عند الله: أنا أجزي به. وانظروا إلى المقارنة: ترك شيئا في الدنيا يسيرا، ترك شيئا في الدنيا يسيرا، فعوضه الله عنه في الدار الآخرة خيرا كثيرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا تذكر هذا هان عليه ما يلقى في الدنيا من المشقة ومن الشدة، يهون عليه هذا إذا تذكر جزاءه عند الله، هان عليه تعبه في الدنيا، يهون عليه القتل في سبيل الله، يهون عليه الصيام وترك الشهوات، يهون عليه ترك النوم بالليل والقيام بالصلاة والتهجد، يهون عليه ذلك، يهون عليه انفاق المال الذي هو أحب شيء إليه. إذا تذكر جزاء الإنفاق عند الله يهون عليه هذا، فهو يعمل عملا يسيرا ويجازيه الله خيرا كثيرا ويعوضه عما قدم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
من فضائل الصيام أنه يضيق مجاري الشيطان في البدن، لأن الشيطان يداخل الإنسان، يداخل الإنسان ويجري منه مجرى الدم، والشيطان يأتي مع الشهوات، يأتي مع تناول الشهوات. فإذا كان الإنسان يأكل ويشرب ويتناول ما يشتهي فإن الشيطان يتسلط عليه ويحمله على الأشر والبطر. أما إذا صام وكف نفسه عن الشهوات لم يبق للشيطان عنده مطمع، ما فيه شهوات تجلب له الشيطان، فيبتعد الشيطان عن الصائم لأنه لا يبقى مجال له. الصائم ترك الشهوات التي تعين الشيطان على الإنسان، فإذا ترك الشهوات فإن هذا يقطع طمع الشيطان فيه. ولهذا قال جل وعلا لعلكم تتقون، قال في ختام الآية لعلكم تتقون. فهذا من فضائل الصيام أنه يسبب التقوى، يسبب التقوى، والتقوى مصدر اتقى أي اتخذ وقاية بينه وبين ما يكره، اتخذ وقاية بينه وبين ما يكره. فالصيام يكون وقاية بينك وبين العذاب وبين السيئات، وقاية في الدنيا من السيئات ومن تسلط الشيطان، ووقاية في الآخرة من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني سترة، جنة يعني سترة. والجنة في الأصل ما يتخذه المقاتل، ما يتقي به المقاتل، يجعله بينه وبين السهام، يقيه من ضرب السهام. كانوا يتخذون الدرق ويتخذون الأشياء التي يجعلونها أمام وجوههم لتقيهم من ضرب السهام، هذه الجنة، الجنة السترة. الصيام جنة يعني سترة الصائم، سترته من الشيطان، سترته من الشهوات والمحرمات، هذا في الدنيا، سترته في الآخرة من النار، يقيه من النار. ولهذا قال جل وعلا لعلكم، أي صوموا، صوموا لعلكم تتقون، لعل الصيام يقيكم، لعل الصيام يقيكم في الدنيا من فعل المعاصي ويقيكم من شر الشيطان، وفي الآخرة يقيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصيام أو من فوائد الصيام، من فوائد الصيام الفائدة الصحية، في فائدة صحية للبدن، فإن الصائم الصيام حمية، الصيام حمية. أليس الأطباء إذا جاءهم المريض أوصوه بالحمية، وهي ترك بعض المأكولات والمشروبات من أجل صحته؟ فالصيام، الصيام حمية صحية، لأن الإنسان إذا أعطى نفسه الشهوات والشبع والرغب في الأكل أورثه ذلك التخمة، أورثه ذلك التخمة التي ينتج عنها الأمراض، كما هو معلوم غالب ما يصيب الناس من الأمراض بسبب المآكل والمشارب. ولهذا يقولون
المعدة بيت الداء، والحمية رأس الشفاء. المعدة بيت الداء، بما يجعل الإنسان فيها من المآكل والمشارب فيؤثر هذا أمراضاً كما هو معلوم ومشاهد. فالصيام يطهر المعدة، طهرها، كما أنه يفيد الإنسان من ناحية دينه فهو يفيد الإنسان من ناحية صحته. الصيام صحة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا تصحوا. الحديث وإن كان فيه مقال ولكن معناه صحيح، أن الصائم يجد الصحة ويتخلى عن الأخلاط الرديئة التي تسبب له المرض وتورثه المرض. فلله در الصيام، ما أفضله وما أكثر فوائده وخيراته، ولهذا فرضه الله على هذه الأمة لمصلحتها. الله جل وعلا ما فرض علينا الصيام لتعذيبنا أو لمنعنا من الأكل والشرب، إنما فرضه لمصلحتنا الدينية والدنيوية، فله الحمد والشكر على ذلك. ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يصوم ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، وأن يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الصدقات من غير الفريضة، من غير الزكاة يعني. نعم، يستحب للإنسان أنه يتصدق من غير الزكاة، زيادة على الزكاة. الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام لا بد منها. وكذلك يتنفل للصدقات، كما أنه يصلي الفريضة ويصلي النافلة، فكذلك يتصدق الصدقة الفريضة ويتصدق الصدقة النافلة، هو بحاجة إلى ذلك. نعم. يقول: هل يشترط في الطواف التطوع أن يكون 7 أشواط؟ نعم، ما يصح الطواف سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان فريضة أو نافلة، ما يصح الطواف إلا 7 أشواط، فإن نقص لم يصح. مثل الصلاة، لو نقصت ركعة ما صحت. الطواف جعله الله 7 أشواط، لو نقص ما صح. ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالطواف لا بد أن يكون 7 أشواط، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا نافلة مستحب. نعم. هذا يسأل عن استلام الحجر في الطواف. الحجر يبدأ الطواف من عند الحجر، فإن قدر على استلامه بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله فهذا مستحب، عبادة لله عز وجل. وإذا لم يستطع من كثرة الزحام فإنه يشير إليه بيده ويكبر، ويكفي هذا عن استلامه. من أول شوط كل ما حاذى الحجر في كل شوط، إن تمكن من استلامه وتقبيله فعل، وإن لم يتمكن فإنه يشير إليه عند محاذاته ويكبر من أول شوط إلى آخر شوط. نعم. هذا يقول: هل يشرع غسل يوم الجمعة؟
قبل أذان الفجر الأول، وهل الذي لا يغتسل إلا بعد صلاة الجمعة يكون فعله صحيح؟ الاغتسال يوم الجمعة يكون في يوم الجمعة، ما يكون في الليل، ما يكون في ليلة الجمعة، إنما يكون في يوم الجمعة، ويفعله عند الذهاب إلى الصلاة، هذا هو الأفضل، من أجل أن يزيل ما عليه من الروائح والعرق ويتنظف للاجتماع مع الناس، مع المسلمين لصلاة الجمعة، هذا هو الأفضل. وإن تأخر واغتسل بعد الجمعة حصل له الأجر إن شاء الله، ولكن كونه عند الذهاب للصلاة أفضل. نعم. هذا يقول إنه من أهل البيت، يعني من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تجوز له الزكاة لأنه فقير ولا له مصرف، محتاج جدا وفقير؟ العلماء مختلفون في هذا على قولين. القول الأول أنه ما يجوز له يأخذ من الزكاة أبدا إذا كان من القرابة، لا يجوز له إذا كان من آل هاشم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو من آل أبي طالب فإنه لا يأخذ، بقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد وجد صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولما جاء الحسن بن علي وكان طفلا صغيرا، لما جاء وهو صغير ووجد التمر، تمر الزكاة مجتمع، أخذ تمرة فمضغها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجها من فمه، أن يخرجها من فمه ولا يبتلعها. فلا تجوز الزكاة للقرابة مطلقة لهذا الحديث. بعض العلماء يقول إذا كان ماله مصرف، هو الأصل أن لهم الخمس من الزكاة، الأصل أن أهل البيت يعطون الخمس من الزكاة، يكفيهم عن الزكاة. فإذا لم يعطوا الخمس وكانوا فقراء يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة من أجل الضرورة، وهذا القول أرجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح، لأنهم إذا لم يحصل لهم الخمس وهم فقراء أين يذهبون؟ الضرورة معلوم لها حكم. نعم. هذا يسأل يقول هل للمال الحرام زكاة؟ يا أخي المال الحرام يجب عليك تجنبه، ما تتمول الحرام، ما هو مال لك، الحرام ليس مالا للمسلم ولا يجوز له أن يتموله، وإذا لم يكن مالا له شرعيا فليس فيه زكاة، عليه أنه يتخلص منه كله، عليه أنه يتخلص منه كله ويتوب إلى الله ويضع المال الحرام في مشروع يتخلص منه ولا يتعامل به أبدا. ما نقول يأخذه يزكيه، لا، ما هو حلال، ما هو مال له، ما يملكه، الحرام لا يملكه المسلم، حرام. ولو قدر أنه حصل على شيء منه وتاب إلى الله فإنه يتخلص منه بأن يضعه في مشروع عام ينفع المسلمين ولا يكون له فيه أجر، وإنما يتخلص منه فقط. نعم. هذا يسأل يقول إن شخصا وكله غني في أن يخرج الزكاة يوزعها بدلا نيابة عنه، نيابة عنه، وأعطاه هذا التاجر جزءا من المال من الزكاة، أعطاه التاجر جزءا من الزكاة، هل يجوز هذا؟ نقول نعم، إن كان فقيرا، إن كان من أهل الزكاة وأعطاه التاجر جزءا منها والبقية يوزعها فلا بأس بذلك، أما إن كان غنيا فإنها لا تحل له. نعم. نعم. ما أشوف الكتاب هذه، ما يبغى. يقول إنه أسلم والحمد لله ثم تزوج مسلمة، هل
يقول أنه أسلم وتزوج امرأة مسلمة وأبوه نصراني، هل يكون محرما لزوجته لأنها زوجة ابنه، لأنها زوجة ابنه؟ عموم الآية إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن يعم الأب أب الزوج ولو كان نصرانيا، ولكنه لا يوثق، النصراني لا يوثق على المسلمة، كونها تبتعد عنه أحسن. نعم. يقول ما حكم الغوص في البحر في نهار رمضان للعمل، مع العلم أنه أحيانا شرب قليلا من الماء؟ أما الغوص في الماء بحر أو غير بحر للصائم لا بأس أنه يغوص في الماء ويتبرد في الماء، ما في مانع، ولكن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه، يتحفظ لأنه صائم. إذا كان شرب شيئا من الماء متعمدا يبطل صيامه، أما إذا ذهب شيء من الماء بدون قصد، بدون قصد منه، فإنه لا يضر بصيامه. أما إذا تعمد شرب شيئا من الماء فإنه يبطل صيامه. هذا يقول أنه جاء من ليبيا وأدى العمرة والحمد لله، يريد الذهاب إلى جبل عرفات وغار حراء، وش يدخل جبل عرفات وش يدخل غار حراء في العمرة؟ ما الفصل الذهاب إلى عرفة؟ ما الفصل؟ اللي يذهبون إلى جبل عرفة هذا خطأ، جبل عرفة إنما يذهب إليه يوم عرفة للوقوف بعرفة في اليوم التاسع من الحج، وغير هذا ما يراح الجبل عرفة، ما يعني باعتقاد فيها أجر، لا ما يجوز. إذا كان يبي يروح يتمشى ما في مانع تمشي، أما أنه يروح يظن أن هذا فيه أجر وأن فيه عبادة هذا غلط. كذلك غار حراء، غار حراء صعب، ما وش الداعي أنك تروح تصعد الجبل يوم كامل تتعب نفسك وخطر، وانت صايم في النهار أو في الليل خطر، وهذا بدعة، أنت تتعب وتعمل بدعة، ما راح الغار حراء أبداً. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله ما كان يذهب إلى غار حراء، ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى غار حراء، ولا القرون المفضلة، هذا بدعة، هذا من الابتداع في الدين. فاللي يذهب إلى غار حراء يريد الأجر هذا آثم وليس له أجر، وإنما عليه إثم. نعم. قدمت من اليمن لتأشيرة عمرة، ولكن نيتي أعمل في جدة مدة أسبوع وأحرمت من جدة. ما شاء الله، ميقاتك ما هو بجدة، أنت من اليمن، ميقاتك السعدية، ميقاتك السعدية اللي هي لملم، في الحديث هي لملم والناس يسمونه السعدية، هذه ميقات أهل اليمن، فتحرم من السعدية ولا تحرم من جدة. وإذا كنت أحرمت من جدة يكون عليك فدية، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. إن كنت لا تقدر على ذبح الشاة فإنك تصوم 10 أيام. نعم. هذا يسأل عن نقل العين، عين الميت، وجعلها في حي، يعني زراعة الأعضاء المعروفة، زراعة الأعضاء المعروفة، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز بالنسبة للحي، إنه يتبرع، يجوز للحي إنه يتبرع بشيء من جسمه ليزرع في إنسان آخر محتاج إلى ذلك بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون على المأخوذ منه ضرر، أي لا يكون فيه ضرر عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا ينفع الآخر المتبرع له، ينفعه، قرر الأطباء إن هذا يصلح له،
فإذا كان ما في ضرر على المأخوذ منه وهو ينفع المأخوذ له فلا بأس بذلك. أما الميت لا، الميت له حرمة ولا يؤخذ شيء من أعضائه أبدا، وإنما يحترم ويصان ويدفن بعد تجهيزه ولا يعتدى عليه، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وهو الميت ما له إذن، ما أذلك في هذا، لا يجوز تشويه الميت وأخذ أعضائه، هذا أمر لا يجوز. مع أن عين الميت ما تنفع، عين الميت ما تنفع، إذا مات الإنسان ماتت أعضاؤه، وإنما تؤخذ وهو قبل الوفاة، تؤخذ منه وهو في النزع الأخير. يقولون إذا مات دماغيا، إذا مات دماغيا ما بعد مات، ما يجوز أخذ شيء من أعضائه، هذا تعذيب له ولا يجوز. المهم أن الميت لا، أو من نزل به الموت لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضائه، إنما هذا في الحي السليم الذي يدري ويعقل ويتبرع، هذا هو اللي. أما إذا نزل به الموت فليس له تصرف في ماله، ليس له تصرف في ماله، فكيف يتصرف في أعضائه؟ نعم. يقول: فاتني الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف الماضية، وعندما سلم الإمام سلمت ولم أقضي شيئاً. الركوع الأول هو ركوع الصلاة، أما الركوع الثاني هذا سنة، ما هو ما يجزي عن الركعة، فأنت لم تدرك الركعة، وكان الواجب عليك لما سلم الإمام أنك قمت وأتيت بركعة، لأنه فاتتك الركعة، إذا لم تدرك إلا الركوع الثاني فاتتك الركعة، المعتبر هو الركوع الأول وقد فاتك. لكن ما دام مضى الوقت وهي نافلة ليس عليك شيء. نعم، هذه أجبنا عليه أول سؤال، هذا اللي وكله التاجر يوزع زكاة. نعم، هذا يسأل عن أذكار الصباح وأذكار المسافر، هذا عليه أنه يراجع كتاب الأذكار للنووي ويعرف الأذكار التي تشرع في الصباح والمساء وعند النوم وعند الاستيقاظ، ويعرف الأذكار التي يقولها المسافر عند السفر، عليه يراجع هذا الكتاب أو غيره من كتب الأذكار الموثوقة. نعم. هذا يقول أنه يعمل في مؤسسة، يعمل في مؤسسة، وأنه أخذ قرض من بنك، أخذ قرضا من بنك على أن المؤسسة تسدد الفائدة الربوية، وهو ما يدفع إلا القرض فقط، ولكن المؤسسة تدفع عنه الفائدة الربوية. هذا القرض حرام، هذا القرض حرام، ولو كانت المؤسسة هي اللي تدفع الفائدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على ما دل عليه هذا الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن الحجة بإجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء دفع الفائدة المقترض أو دفعها غيره نيابة عنه أو تبرعا له أو مساعدة له، ما يجوز هذا. نعم، هذا سؤال طويل يحتاج إلى وقت. نعم، هذا يقول: أحرمت من الميقات وفي الطريق نزلت هذه امرأة تقول: أحرمت من الميقات وفي الطريق نزلت علي الدورة، وقبل الطواف طهرت فأكملت عمرتها وتحللت، وبعد ذلك رأت الدورة، إن كان إنه انقطع عنها الدم انقطاعا كاملا ولم ترى شيئا، واغتسلت وتوضأت وطافت ولم ينزل عليها دم، فطوافها صحيح، هذا طهر متخلل في وسط الدورة، ما يخالف، المهم أنها تؤدي الطواف كله وهي نقية وقد اغتسلت وتوضأت، فالطواف صحيح. أما إذا كان الدم ما انقطع وإنما خف فقط
خف نزوله ولم يبق إلا يسير، ظنت أنها طهرت والدم لم ينقطع نهائيا، عمرتها غير صحيحة. عليها أنه إذا انقطع الدم نهائيا هي لا تزال محرمة، فإذا انقطع الدم نهائيا تؤدي العمرة من جديد، والتي مضت غير صحيحة لأنها أدتها وهي في الحيض. نعم. هذا يسأل يقول: إذا صليت تراويح مع الإمام وصلى الوتر أو ترت معه، هل أقوم بعد السلام وآتي بركعة علشان يشفع هذا الوتر، وأقوم من آخر الليل وأصلي وأوتر؟ هذا جائز لا بأس، لكن كونك توتر مع الإمام وتكتفي بالوتر هذا وتقوم آخر الليل وتصلي ما تيسر لك وتكتفي بالوتر الأول مع الإمام، هذا جائز أيضا. أو يعني الحالتان جائزتان، جائز إنك تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة وتخلي وترك في آخر الليل، وجائز إنك توتر مع الإمام وتكتفي بالوتر مع الإمام وتقوم آخر الليل وتصلي ما تريد مما يسر الله عز وجل، وتكتفي بالوتر الأول، وهذا أحسن، هذا أحسن. نعم. هذا يقول: هل يجوز التبرك بالكعبة والتمسح بها؟ هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل التمسح بالكعبة والتعلق بها، هذا من محبة الناس لها واجتهاد منهم، لكن ما عليه دليل. إلا مشروع أنك تطوف بالكعبة وأن تستقبلها في الصلاة وفي الدعاء، هذا هو المشروع. أما التمسح بها والتعلق بها فهذا لم يشرعه الله لنا ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر العلماء أنه يستحب أنه يقف بالملتزم بين الركن والباب ويدعو، يقف بالملتزم ويدعو، أما أنه يتعلق بالكعبة أو بالباب أو هذا لا أصل له ولا دليل عليه، ولكنه يفعله بعض الناس من باب الاجتهاد الذي ليس له دليل ولا أصل. نعم. هذا ما أدري السؤال: ما هي المسافة التي تجب عليها الجماعة؟ كيف المسافة اللي تجب عليها الجماعة؟ ما أدري إيش السؤال. نعم يا أخي، الإيمان بيّنه العلماء، بيّنه علماء الأمة والآئمة، بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما عليه السلف الصالح وعليه الآئمة من أهل السنة والجماعة. أما اللي يقولون إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولا يدخل العمل في الإيمان، هذا قول المرجئة وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فاللي يريد أنه يصير مع المرجئة حر، هو حر، لكن لا يكون إيمانه صحيحا. هل الإنسان يرضى أن إيمانه يكون ما هو صحيح علشان أنه يقلد المرجئة؟ المرجئة أخطأوا في هذا، كيف تقلدهم؟ عليك بمذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون، أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان اللي ما له عمل لا يصح إيمانه، اللي يترك العمل ما يصح إيمانه. إيش معنى الإيمان إذا صار ما يعمل، ما يصلي، ما يصوم، ما يحج، ما يعمل الطاعات ولا يؤدي الواجبات، كيف يكون هذا مؤمن؟ الإيمان بالقلب ما يكفي. نعم. مسألة رؤية الله جل وعلا في النوم، رؤية الله جل وعلا في النوم، الرؤية قد تحصل لبعض أهل العلم والأئمة، قد تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أكمل صورة، رأى ربه في المنام لرؤية ما، أما في اليقظة فلا أحد يرى الله في الدنيا
وإنما يرونه في الآخرة. إذا دخلوا الجنة يرون الله، ويرونه أيضا في عرصات